مستمعينا الافاضل، الانطلاقات تستمر والتحديات على ارضية ميدان المرموم تحفة ميادين. السباقات في دانة الدنيا دبي في هذه اللحظات تعلن انطلاقة شوط الابكار اللقاية ضمن انطلاقات اشواط الانتاج والمنتجين الخاص بمحميات اصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه. شوطنا السادس عشر ما قبل ختام هذه الامسية هنا في هذه اللحظات بدأت وانطلقت هذه الاسماء مباشرة. انطلق مع المركز الاول الشاهينية من هجن الرياسة على المركز الاول خلفان بن محمد بن خصيبة الظاهري من يأتي هنا في هذه اللحظة ويقدم الشاهينية من هجن الرياسة في مقدمة هذه الاسماء. المركز الثاني لهبيبة القادمة على المركز الثاني لاسمه شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري حج شباب الخوانيج من يتابع هنا انطلاقة الهبيبة على المركز الثاني. المركز الثالث شواهين القادمة من هجن الرياسة والمجازف في المتابعة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري النقلة للمركز الرابع وتابع هنا القادمة في هذه اللحظات. شراعون القادمة على المركز الرابع من هجن انتاج ام الزبار جابر بن علي بن جابر النجم المري من يتابعها في عملية التضمير والتدريب مقدما شرعوه القادمة على المركز الرابع. المركز الخامس هنا القدوم من فضاء القادمة فضاء تسير في فضاء هذا الميدان فضاء من هجن انتاج ام الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني من يتابعها مباشرة الى المركز السادس. هنا التسلل هنا الحضور في هذه اللحظات من شواهين لهجن رياسة مع المجازف محمد بن عتيج بن زيتون المهيري والمركز المركز السادس. هنا التدخل من قبل سلطة القادمة لاسمه شيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان يلا يا ابو يابر من يتابع محمد بن يابر الينيبي والمركز السابع. وصلنا الى المركز السابع ووصلت الشاهينية من هجن العاصفة بمتابعة غياث الهلالي من خطف اول اشواط الانتاج بالخاص بمحميات اصحاب السمو الشيوخ. نتابع الاسماء شوف القادم شوف الاسماء المتسللة كل ما دعت اسم ايني اسم جديد من خلف العشر ما شاء الله بن ثعيلب الهايري قادم ويقدم الشاهينية من هجن ساحة سلم قادمة هنا مع بوسهيل عبد الله بن ثعيلب الهايري وكذلك القادمة هنا الشاهينية من هجن رياسة مع سهيل بن احمد بن دري الفلاحي يتابع الشاهينية. تابع الاسماء تابع الخطير ياتي مع شعله من هجن ساحة سلم احمد بن سلطان بن رشيد سويدي والمركز العاشر. هذه القادمة هذه اللي وصلت هذه اللي تحركت في هذه اللحظات بشعار سمو الشيخ زايد بن طحنون بن محمد آل نهيان عيسى بن سعيد بن عيسى الخيلي من يتابعها في هذا الانطلاق. هكذا هي النتيجة هكذا هي الأسماء. استدرنا بالفعل في المنحنى الأخير وغادرنا الكل في هذه اللحظات اتجهنا الى المقصورة الرئيسية الى خط النهاية الى ناموس هذا الشوط. اعود الى الصدارة اعود الى شاهدية هجن رياسة على المركز الاول بن خصيمة من يتابعها الكين
متر الأخير خلفان بن محمد بن خصيب الظهري من يأتي هنا مع الشاهينية على المركز الأول. المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات الشاهينية لجنسي حسلم عبد الله بن ثعيلب الهايري، والشاهينية من هجن رياسة مع سهيل بن أحمد بن دري بن دري. اللحظات الأخيرة ظهيرة قادمة، ظهيرة ظهرت من الخلف من العشر، وصلت ظهيرة من انتاج ام الزبار، يتابعها حمد بن سالم بن بريك المري، وهجن العاصفة قادمة مع الشاهينية في هذه اللحظات. يهو من تحدي، يهو من صراع في اللحظات الاخيرة. تابع وشاهد هذا المنظر في هذه اللحظة مع انطلاقة اللقاية ما شاء الله الخاصة في اشواق الانتاج، ولكن الشاهينية الشاهينية على المركز الأول من هجن رياسة. راحة بن دري، راحة بن دري، سيل بن أحمد بن دري، يا سلام يا سلام، يقدم هنا انتاج مركز الأبحاث بمدينة العين الخاص بهجن رياسة. سلام هجن رياسة، سلام وسلام إلى الشاهينية، وسلامي فوقهم للسيل بن أحمد بن دري الفلاحي، وسلامي إلى مركز الأبحاث بمدينة العين الخاص بهجن رياسة. المركز الثاني ظهيرة من انتاج ام الزبار. المركز الثالث الشاهينية لهجن العاصفة. المركز الرابع شواهين لهجن رياسة. المركز الخامس الشاهينية من هجن سيح السلم. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي، هكذا هو الصراع، هكذا هو الحضور. ما شاء الله مركز الابحاث يأتي هنا بالنقطة الثانية في اشواط الانتاج، 7:21، 4 أجزاء من الثانية. شكرا سهيل بن احمد بن دري الفلاحي من تابع انطلاقة الشاهينية من هجن رياسة. المركز الثاني وصلت ظهيرة، ظهرت في الأمتار الأخيرة، 7:22، 9 أجزاء من الثانية. ظهيرة اللي وصلتنا من هجن انتاج ام الزبار مع حمد بن سالم بن حمد بن بريك المري. والمركز الثالث 7:23، 5 أجزاء من الثانية. هذه شاهينية من هجن العاصفة. شكرا يا الهلالي، غياث الهلال.